عقد اجتماع وزراء الخارجية بين الصين ودول الآسيان في العاصمة الفلبينية مانيلا بعد ظهر أمس الأحد، وهيمنت على أجندة الاجتماع قضايا التعاون والنمو الاقتصاديين، حيث اتفق الجانبان على تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون بينهما. أعربت كل من الصين ودول الآسيان عن الرضا عن المنجزات التي تم تحقيقها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وفي ظل سعي الآسيان إلى تسريع عملية التكامل الإقليمي تظهر الحاجة الملحة لتسريع التنمية في بلدانها، والتي تتعزز من خلال دور الصين في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري مع بلدان المنظمة الإقليمية. وأبدى وزراء خارجية دول آسيان تطلعهم إلى مزيد من التعاون مع الصين في التجارة والابتكار والاتصال والسياحة وغيرها من المجالات. ذكرت أون سان سوشي خبرة الصين في مجال تطوير البنية التحتية. كما أخبرنا وزير الخارجية الصيني وان يي أن بلاده مهتمة بتطوير البنية التحتية في بلادنا. يشكل مشروع سكة حديد بين الصين ولاوس مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي في لاوس والتنمية الإقليمية. شرعت لاوس في تنفيذ سياسة تستند إلى تحويل نفسها من بلد مكفل على نفسها إلى بلد موصول بالخارج، لذا يصبح مشروع سكة الحديد نقطة اتصال مروري مهمة جدا.